بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعزائي المشاهدين، عزيزات المشاهدات، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تحية طيبة لكم معطرة بذكر محمد وآل محمد. المرأة لها دور كبير في المسيرة الإعلامية، ليس لكونها امرأة مدركة لقضايا مجتمعها فحسب، ولكن لما أثبتته من خلال أعمالها في مجالات الإعلام المتعددة، وأنها قادرة على إنتاج محتويات مميزة وقادرة على في صنع القرار. ولكن على الرغم من كل إبداعاتها الإعلامية، واجهت الكثير من العقبات والتحديات التي مرت بها. للتعرف أكثر عن المرأة الإعلامية ودور المرأة خاصة في الإعلام، يسعدنا أن نستضيف معكم الدكتورة ليندا طبوش، أستاذة الفلسفة وعلم النفس. أهلا ومرحبا بكم دكتورة. أهلا بكم عزيزتي، وتحية لك وتحية لعزيزات المشاهدات والمشاهدين أيضا. بداية دكتورة، ما هو دور وسائل الإعلام في دعم المرأة؟ نعم، بسم الله، ربي صلي على حضرة النبي الأكرم وآله آل الله. بداية، موضوع الإعلام موضوع شائك وموضوع ذو حدين، وإذا ما أردنا أن نخفف المصطلح ونقول ذو حدين لنقل أنه فيه الكثير من التحديات، لا سيما على صعيد السيدة العاملة في المجال الإعلامي، يعني على الإعلامية. لنكن واقعيين ونتكلم بواقعية، نبدأ من مفهوم الإعلام. عادة يعرف مفهوم الإعلام بأنه الذي إحدى وظائفه أنه العين الساهرة على إيضاح المشاكل وحل مشاكل الناس وتوضيح الرؤية العامة من عدة أمور، يعني إرشادي بحت، توجيهي بحت، جزء من عمل الإعلام. بعكس ما يصور لنا أن هذا الإعلام فقط وظيفته الأساسية نقل الأخبار. الإعلام ليس هكذا، وخاصة حين نتكلم عن موضوع الإعلام والإعلاميين والإعلاميات الرساليات، لابد أن نلحظ أمر مهم جدا، ألا وهو التبليغ. لما نتكلم عن مراسل أو إعلامي أو إعلامية بالمجال التبليغ، يعني أنت حامل هم رسالة، فيتحول هذا المنبر الإعلامي. أقول دائما الإعلام يحمل قضية. أحسنتي، يحمل قضايا، ممتاز. وهون شاهدنا بالكلام، الإعلام الرسالي ذو القضايا الأخلاقية والمجتمعية كما عبرتي، يحمل قضية، يعني هذا نضعه رسالة، بكل رسالة تبليغية بكل ما للكلمة من معنى. نأتي إلى أدوات هذه الرسالة. أدوات هذه الرسالة هو الإعلام، هو المنبر. لا نقول مباشرة أن هذا الإعلام، يعني مجرد تقولي إعلامية يعني طلعت على التلفزيون، تقولي إعلامية راحت خلف الميكروفون. لا، الإعلام قد يكون أيضا هو موجود في ساحات الجهاد. أي ساحات الجهاد؟ الجهاد العسكري مثلا، قد يكون نعم، حتى ما بس ضوي على الإعلام اللي حامل الكاميرا ونقول الإعلام الحربي، ناقل الخبر كمان إعلامي، ناقل الخبر هو إعلامي، ناقل الخبر المكتوب هو إعلامي. كان دور من أدوات السيدة زينب عليها السلام التبليغية نقل وقائع كربلاء، يعني التأريخ لواقع فهي الإعلامية كربلاء. الأولى هون هلا كتار من الإعلاميات بيجوا بيقولوا لي السيدة زينب الإعلامية الأولى. أنا يعني مع تحفظي واحترامي ولهذه المقولة دايما بقول لهم خلينا في نطلع السيدة الزهراء في سفا، رح وضح ليش دايما بأشكل خاصة عن مع الإعلاميات اليافعات بيقولوا نحن بدنا نكون إعلاميات مثل السيدة زينب. بقول لهم لحظة، دور السيدة زينب كان دورا تبليغيا رساليا، نقل الخبر، نقل الحادثة. أداة من أدوات العقيلة زينب كان الوقوف على المنبر.
يعني الأصل ماذا كان؟ كان التبليغ. أما لأنه يجب أن تكون، ولاحظي ورح أعطي الشاهد بالمنبر، قبل أن تعتلي حضرة العقيلة زينب المنبر ماذا كان؟ بتعبير المولى زين العابدين كان أعوادا، وحين اعتلى الإمام زين العابدين والسيدة زينب هذه الأعواد أصبحت منبرا. لماذا أصبحت منبرا؟ تحول من منبر، من مكان فقط درج خشبي أو مكان مرتفع ليشوفون فعلا له قيمة. برافو عليك، هيدا هو اللي عم بقصده. لأجل ذلك دائما أتحفظ، وهيدا على المستوى الشخصي يمكن حدا يخالفني الرأي، أتحفظ على قول أن السيدة زينب هي الإعلامية. نعم هي المبلغة الأولى والخطيبة الرسالية الأولى كجدتها العقيلة، كجدتها حضرة السيدة خديجة، العقيلة زينب كجدتها خديجة كانت أيضا المدافعة الأولى والمبلغة الأولى والموضحة الأولى لكل الخلاف المخالفات الأخلاقية اللي جرت بعصرها. دافعت عن الإسلام المحمدي القرآني، دافعت عن حضرة رسول الله النبي والولي، دافعت عن تشريع الله، دافعت عن رسالة الله تبارك وتعالى. أتت حضرة الزهراء أيضا تابعت نفس الموضوع وتكلمت بالخطاب أو بخطاباتها كان فيها الجزء الرسالي البحث التبليغ البحث، حامل قضية كما عبرتي. حين أحمل مشروع أحمل قضية، أداتي أصبحت الإعلام مع تطور مراحل الزمن. نحن الآن شو أداتنا التبليغية؟ أنا وأنت الآن مبلغات، ولكن وسيلتنا الإعلام. كنا مفهوم التبليغ يكون فقط في المسجد، في الحسينية، بالحلقات الضيقة. الآن لا، أصبح مفهوم التبليغ هو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبر الكاميرا، عبر الإعلام. انتبهنا؟ فمن هون بدي أقول هذا الإعلام إن لم يكن يحمل قضية ورسالة لا يمكن أن أسميه إعلاماً. والدليل القنوات الكثيرة التي تحت اسم إعلام وتلفزيون إعلام وإعلاميين وإعلاميات وجه هلأ في عصرنا الحالي ماذا تقدم؟ بل على العكس تساهم بنشر الفساد. بطلت، تخلت عن الهدف الأساسي للكاميرا والهدف الأساسي للقلم والهدف الأساسي للتكنولوجيا. تسعى لاختراق المجتمعات. نعم، خليني روح على تعبير، بما أنه عم نحكي على مواقع التواصل الاجتماعي أو عن دور الإعلام، خاصة نحن في عصر التكنولوجيا. نعم. ووسائل التواصل في كل البيوت. نعم صحيح. شوفي موليار شو حكي عن موضوع للإعلام، عم يخاطب الصحفيين والإعلاميين. طبعا بزمن موليار كان عم يتكلم في الألم، عم بيحاضر أو يخاطب مع الصحفيين، قال لهم كلمة كتير رائعة ويجب علينا أن نتعلم نحن حتى نأخذ من الثقافات الغربية الشيء الجميل الشيء الجيد، لكمان في هن عندهم بعض القيم بنقدر نستفيد منها. وبرجع بأكد وبقول أنه كل الحضارة الغربية هي نشأت من الحضارة الإسلامية، وبقول الغربيين كما يعبر ديورونت المؤرخ والفيلسوف الفرنسي يعود الفضل في تأسيس الحضارة الغربية إلى الحضارة العربية. برجع بروح لعند موليار. موليار شو قال لهم للصحفيين؟ قال لهم أيها الصحفيون، إذا كنتوا أنتوا هذه الأقلام التي بين أيديكم إن لم تتمكنوا من الدفاع عن الحق والمظلومين وتتكلموا عن قضايا هذا المجتمع، يعني الأشياء اللي عم تصير بمجتمعكم، خذوا أقلامكم وغرزوها في قلوبكم وأنهوا حياتكم. شو عم يقصد هون؟ عم بيقولون أنه أنت ألمك يكون وراء الكتابة. برافو، هدف وراء الكتابة، هدف وراء الإعلام، وراء المنصة الإعلامية. إنه ما فينا نحن كمان نسمي إعلام ويكون ما في أهداف. برافو. خاصة في البرامج للسخرية، برامج الساخرة، البرامج الهاتكة للأعراض، البرامج التي تخدش حياء الإنسان، البرامج التي تحت مسميات الجرأة الإعلامية، ولكن بكل أسف عم بتفوت على الجرأة الهدامة وليست الجرأة بناء البناء كما نعبر عنها أو النقد البناء. من هون فإذا نحن بدنا نلتفت لأمر كتير مهم برسالتنا الإعلامية. ذكرت قضيتين أو نقطتين أساسيتين، عندي قضية، عندي أهداف، كيفية تحقيق هذه الأهداف. من هون يأتي دور الإعلام. نعم. ما تحدثت به، كيف تستطيع المرأة تحقيق أهدافها؟ وبدي شدد على نقطة في ظل المجتمعات الذكورية، ونحن بنعرف إنه المرأة الإعلامية تواجه الكثير من التحديات كونها امرأة.
أحسنت سؤالك. المرأة بتاريخ المرأة، حتى نحن ما نرجع شوي نفوت ونتوسع أكثر، لكن إن شاء الله المشاهدات مطلعات ومثقفات، وهون بحب أنا حفز الأذهان نرجع نقرأ دور المرأة أو مكانة المرأة بغير ما قبل الإسلام، سواء كانت ما قبل الإسلام كما نعبر باللغة العربية أنه العصر الجاهلي، هون أنا أتحفظ على ما على عبارة العصر الجاهلي، خليني دايما بحب سميه بعصر ما قبل العصر الإسلام. نعم نعم، كان في عندهم شعراء، كان عندهم أدباء، في قيم، في تقاليد وقيم، لكن خليني أقول المرأة شو كانت، شو كان عنوانها بالحضارات الرومانية، بالحضارات القديمة، بكلهم. لك المكانة التي أوليت لها للمرأة كانت بالإسلام، من هون بدأ الصراع أكبر. الإسلام كان يأدي الفتيات وأدي الفتيات قتلهم، أخذهم رهائن، السفاح القربة، كان في عنا كثير أشياء. لكن لما بدنا نتحدث عن موضوع المرأة وتحدياتها الإعلامية بالمجتمعات الذكورية، تغيرت، تطورت الأفكار، صار في عندي المرأة الإعلامية أو المرأة المتعلمة، المرأة المثقفة، اللي هي الإسلام ألا اذهبي وتثقفي، الإسلام ألا تعلمي، لأنه الإسلام جاء ليقول أنه أطلب العلم من المهد إلى اللحد، أطلب العلم ولو في الصين، يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات، يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فإذا العلم أصبح للإثنين، للذكر والأنثى. وحضارتنا الثقافية بتأكد كانت السيدة خديجة بنت خويلد متعلم، علمت نساء عصرها وكان عندها علم. سيدة فاطمة عالمة غير معلمة. خلينا نشوف أيضا دور السيدة الزهراء بالتبليغ الإعلامي والتبليغ الرسالة. نجد مثلا حديث الكساء ورد عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن الزهراء عليه السلام، صحيح؟ فإذا للمرأة أصبح دور إعلامي. دور السيدة الزهراء الإعلامي أين ظهر؟ هي مبلغة، ظهر دورها الإعلامي، حملت قضية، حملت فكر، ذهبت لإيضاح هذا الفكر. ولكن من أين انطلقت؟ انطلقت من القرآن الكريم. بالخطبة الفدكية، إن عدنا إلى الخطبة الفدكية نجد أول خطوات الخطبة الفدكية في عقيدة، العقيدة بيّنت توحيد الله عز وجل، بيّنت الشرائع، بيّنت أكثر من ذلك علل الشرائع. فإذا هذا هو الإعلام الذي نطمح له من للمرأة. تظهر المرأة بلباسها المحتشم عبر شاشات الإعلام، ليس كما تظهر الآن ببعض الشاشات الإعلامية، وإن كانت بحجاب، ولكن هذا الحجاب يعني مثلا مثل ما بنعبر حجاب هدف من أو على مواقع التواصل الاجتماعي ما بتقول أنا محجبة أو بغني. الهدف من أن تظهر جمالها، خاصة في هلأ القنوات صار بس مجرد كرمال الإعلامية جمالها. نعم، أو خليني أعطي أكثر من ذلك، لما بدها تروح الإعلامية تجي تغنج بالكلام، خاصة اللي بيكونوا خلف الميكروفون بالإذاعة. طب بسم الله، أنت صوتك على الإذاعة، هون عم نحكي الأمور مثل ما هي، لأنه عن جد هيدا وجع. يجب أن نلتفت إلى إسلامنا، يجب أن نلتفت إلى ديننا، يجب أن نلتفت إلى كيف كان دور العقيلة زينب بالتبليغ الإعلامي، كيف كان دور السيدة الزهراء عليها السلام بالتبليغ الإعلامي، السيدة المعصومة سلام الله عليها بالتبليغ الإعلامي أيضا. فإذا سيدة حكيمة، السيدة حكيمة سلام الله عليها أيضا، سيدة يعني كل الخطيبات والزينبيات الخطيبات بتاريخنا الإسلامي، نعود إلى فهم دور المرأة. نحن بكل أسف أخذنا المصطلحات الغربية بفهم دور المرأة. المرأة بدها تطلع على الإعلام، بدها تبرز جمالها، ما بتبرز فكرة. بنروح نشوف، بدي جيب أنا إعلامية بالجمال مطلوب، ولكن أي محتوى أنا أريد من يعني المستمع أو المشاهد، نعم يستمع هذا المشاهد أو المستمع، بده فقط بده يشوف هيك يعني هيك بس فقط أيقوني قدامه، ولا بده أيضا يستمع للفكر؟ ما بيصير ذهننا، وخاصة بالصورة، الذهن صار بده يشوف الصورة، ونحن هلأ عصر الصورة. بيّن صورة وبيّن محتوى، فلما نتبين صورة وتبين محتوى، هذه الصورة لتكن كما أرادها الله تبارك وتعالى. نعم بدنا نبين يمكن الكاميرا إلى خصوصياتها، ولا نحن عم نعمل درس إعلام، ولكن جبنا أتينا على الذكر في بعض الأمور
نخفف منها لا نكثر منها. بعض المسائل نحن كإعلاميات نحن مضطرين نحطها أو مضطرين نحكيها أو مضطرين نحن نبينها بمفاتن الوجه أو مش المفاتن عذرا هون نبين بعض الأمور، مثلا مثل بعض الفوندو التان اللي بينحط منشان الكاميرا، ما ضروري نروح والله صاخب مثل بعض يعني المواقع، أو هيدا نروح هلأ عصر السيليكون، العصر السيليكون قال ما أنا إعلامية وجهي جميل بدها تروح تعمل هيدول الخبريات. خير، الجمال مطلوب، مطلوبة تعتني بنفسك، ولكن الفكر والمعرفة تطغى. لا تفرغي محتواك. بدي أكد على معلومة أيضا، والأذن تعشق قبل العين أحيانا، كذلك امتلك، نحفظ هذه المقولة، امتلك القلب تمتلك العقل. بدك تكون جيد سواء إعلاميا سواء كنت مدرسا كنت جامعيا كنت ما كنت، امتلك القلب، ادخل من القلب يثبت تأخذ العقل. وما الدين إلا الحب، أهل البيت قالوا علموا محاسن كلامنا، علموهن، إن أحبونا اتبعونا. وين محاسن الكلام؟ شو عم نعرض بمحتوياتنا الإعلامية؟ عم يفرغ الإنسان من إنسانيته، عم نضوي على جانب بكل أسف فقط الجانب المادي من حياة الإنسان. هون أصبح الإعلام والخطورة الأكبر والتحدي الأكبر على المرأة، أن هذه المرأة إما عليها أن تواكب وخاصة الإعلامية أو أنه بدها تقعد ببيتها. أحسنتم دكتورة، أن أستأذنكم سوف نأخذ فاصل صغير. أعزائي المشاهدين، فاصل صغير ونعود إليكم. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين مجددا، ارحب بك دكتوره مجددا، اهلا وسهلا بك. والمحبه لك وللساده المشاهدين. دكتوره، ما هي التحديات التي واجهت وتواجه ايضا في عصرنا الحالي المراه الاعلاميه، اولا وخاصه في مجتمعاتنا الذكوريه، بعض المجتمعات انه المجتمعات الذكوريه، وما هي الاخلاق الاعلاميه؟ نعم، سؤال جميل وأحسنتم وموفقين إن شاء الله. أول دور من الأدوار أو التحديات لدور الإعلامية بهذا الإطار هي تعرف من هي، تحدد هويتها، تعرف نفسها. نعم، لما نقول هون تحديد الهوية الإعلامية، أنا بدي طل على جانب من الجوانب، بدي أعرف مين أنا، أنا من، أنا الإعلامية الفلانية، مش اسمكم، عم أقول مش اسمك، هويتك، اسمك يعني هويتك بعملك الإعلامي، من أنت؟ حتى بالإبداع العلمي تحمليه، ما المشروع الذي تحمليه، ما القضية التي تحملينها، حددي هويتك كي لا نقع فيما بعد بالإخفاقات الإعلامية تحت مسميات يكون عندي أزمة هوية. بطلع من أزمة هوية وأعاني من أزمة هوية، أذهب إلى إعلامية أو صنع الإعلام المسخ، الأنموذج الإعلامي المسخ، يعني مسخ الهوية الإعلامية. نحن مش هيك، حددي هويتك، مين أنت، من تكونين في الصدى الإعلامي، يعني أنت أي مشروع تحملين. حضرة العقيلة زينب عرفت، حضرة المولى زين العابدين عرف، أنا ابن مكة ومن، عرف الهوية، أنا ابنة فلان. أنا نحن بزيارة السيدة العقيلة شو منقلها؟ السلام عليك يا بنت سلطان أحسنتي، بنت سلطان حددت لي من هي، حددت لي مشروعها، هي بنته لرسول الله، بس هي شو قالت؟ سلطان الأنبياء أو بنت يعسوب الدين، يعني مين؟ يعني الولي، يعني النبوة، يعني بنت النبوة. خليني روح على مستوانا الإعلامي، حدد هويتي الإعلامية. أنا إعلامية فقط شكلاً، اوكي بنحط شكلا ومضمونا، لازم بنحط هالميكرو هالكاميرا بنطلع، بنحط مواقع التواصل الاجتماعي طلعنا، لكن لما حددت هويتي الاعلاميه اقصد بذلك حددت مشروعي، حددت المشروع، استطعت ان اسير بمحاذاة هذا المشروع، بتطبيق الخطط الاليات تنفيذ هذه الخطه،
لأنا أنطلق بإعلام سليم وإعلام رسالة، هيدا بالدرجة الأولى. بدي التفت للمحتوى والمضمون اللي بدي أقدمه. ليس مهما أن أصعد على الكاميرا، في مصطلح بالإعلام منقول والله الكاميرا عشقتها أو عشقته الكاميرا، في مصطلحاتنا الإعلامية بنقول والله كيف ما كان في كيمياء بيناتهم، في كيمياء بيناتهم. حبته الكاميرا بيكون شخص عادي بس حبته، وجهه محبوب عند الكاميرا. بالمقابل في شخص كتير بقمة العلم والأناقة والعلمية والفكر، الكاميرا ما بتروح تاخده، هيدا بقول له أنت ما تطلع لأنك أنت مش حلو، بل على العكس أنا هون بدي الوجه الجميل مع العلم، وهون بدي أيضا العلم والفهم والفكر. الكاميرا الآن أصبحت قد ما فينا منتحكم بالكاميرات، أصبح يعني الكثير من القنوات يأخذون الفتاة الجميلة بكل أسف، ولكن إذا فتاة كانت غير فائقة الجمال ولكن علمها وفكرها لا يأخذونها، هيدا الخطأ، هيدا على من يقع، يأخذون الجمال وليس الفكر. هيدا أيضا تحدي من التحديات التي تواجه الفتاة الإعلامية التي درست وتخرجت وتعبت على موضوع الإعلامي، لأن هي بتحب الإعلام، ما عندها مكان تروح عليه. عم يلجأ البعض إلى موضوع المواقع التواصل الاجتماعي بكل أسف، عم بيكونوا يعني هيك يسخفوا الإعلام والإعلاميين، يسخفوا المحتوى الإعلامي، عم نروح على شيء إعلام مش إعلام حقيقة، مو بقى هيدا الشيء اللي نحن عم نشوفه إعلام من خلال مسلسلات أو من خلال مقاطع فيديو أو من خلال عدة أمور. يعني أنا ما بفهم أنه أنا لكون عاملة سكوب إعلامي بدي روح هتك بالعالم، من قال انه انا بدي اعمل سكوب اعلامي على كرامة الاخرين او السخرية او السخرية. المس بالشعائر الدينية، احسنتي، او المس بالمقدسات الدينية والشعائر الدينية او مس بكرامات الناس، بدي اطلع على الاعلام لكن مين قال هيدا الحكي؟ نعم. طيب التحدي من التحديات الاخرى تأمين الوظائف لإلها، ما عم تجد هذه الإعلامية خاصة الفتيات الملتزمات ملتزمات ما عم تجد فرص عمل لإلها. من هون بتصير تروح تقلك طب أنا درست وتخرجت ما بعرف اشتغل غير إعلام. هون بدي وجه خطابي للمؤسسات الإعلامية، رجاء اعملوا هذا الامتحان أو الانترفيو اللي أنتوا بتعملوه، حتى ولو لم تكن تلك الصبية بشكل فائق الجمال لكن مقبولة على الكاميرا، عندها فكر، عندها ذهن، عندها حضور، عندها كاريزما بنعبر عنها، خدوها. لأنه نحن دائما نبتعد عن المؤهل العلمي الأكاديمي ونبتعد عن المؤهل الكاريزماتي، نبتعد عن الفتاة الملتزمة والفتاة ذات الفكر ذات الأخلاق ذات التدين. طب أنا شو بدي أجيب شخص ما عنده تدين، ما بعرف شو بده يبتسلي عبره، أو ما بيعرف كيف بده يتصرف مع سؤال محرج، وإن كان مخضرما ما عنده ثقافة. هون بدي نبه للإعلاميات، وهون نقطة مهمة جدا، حتى السيدات بيستفيدوا من هذا الأمر والسيدات الإعلاميات بالتحديد. أنتم تعلمون أيها الأحبة أنه من الشروط لتكون أنت إعلامي، الإعلامي عليه أن يقرأ 5 كتب شهريا، 4 كتب بتخصصه، شو هو متخصص بأي اتجاه، متخصص تلفزيون وإذاعة ولا تلفزيون حضور يعني مقابلات أو صحافي، شو هو أو علوم سياسية، شو هو هذا التخصص بتخصصك، وعندك كتاب أو كتابين، خليني ما أكون يعني نكون منصفين، يعني بمعدل كل أسبوع كتاب، خليني أروح له بمعدل كل أسبوع كتاب، ما بتقدر؟ نحن بنقدر ننظم أوقاتنا لأنه نريد أن نخلق إعلامي وإعلامية مثقف. نحن نفتقد الإعلامي المثقف، نحن يأتينا إعلاميين وإعلاميات بكل أسف بيطلعوا اللي محطط لهم المعد الأسئلة أو معدة البرنامج وبيطلع بيقدم لي برنامج كأنه فقط عم يعطيني سؤال وجواب، كأنه بالمدرسة عم بيسمع التاريخ أو الجغرافيا أو عم بيسمع القصيدة باللغة العربية. أين نقاشك؟ وينه؟ الضيف إذا سأل سؤال مغاير هو بيضيع،
نحن ما بدنا هيدول. ما تطلع على وسيلتك الإعلامية ضعيفا، طلع عندك إعلامي مثقف، طلع عندك محاضر مثقف، طلع عند. لماذا؟ ليه عم أقول هيدول النقطتين؟ إعلامي مثقف وضيف مثقف بتخصصه وبتخصصات أخرى أو لقاءات كلمات أخرى، لأنه المطالعة مهمة. حضرة المولى علي ماذا قال عن الكتاب؟ الكتب بساتين العلماء، سياحة المثقف الكتاب، بيت بلا روح، على قول بعض الفلاسفة بيت بلا روح، كجسم بلا روح. طيب بيت بلا كتاب، جسم بلا روح، وين نحن؟ نذهب إلى القراءة. هلأ ممكن حدا يأشكل الأغلبية القراءة على روح على الإنترنت، ما في مشكل، اقرأ. هدفي القراءة، هدفي صناعة الإعلام المثقف. هذا تحدي من تحديات الصبايا الإعلاميات. ناهيك عن تحديات المجتمعية، واحدة من تحديات المجتمعية اللي بتواجهها كل الإعلاميات، كله بده يتعرف عليها، هون بده تعمل حصانة لنفسها، كله بده يتواصل معها، كله بده يحكي معها. بس هل أنت من الإعلاميات اللي نعم أنت مشهورة وأنت إعلامية بتطلعي على التلفزيون، بس حيالله معجب من المعجبين فيك أو بعملك، شو إله يطلع لعندك على الخاص إذا ما عنده أسئلة؟ يعني خوش بوش أنت وياه بدي كثيري، مثل ما بنعبر بتعبيرنا اللبناني، سأل سؤال علمي بجاوب. شيء شيء والحياة الإعلامية شيء تاني. ممتاز. عندي سؤال علمي، سؤال مهني، اهلا وسهلا اجبنا، ويكون عندنا التواضع، التواضع المهني والتواضع العلمي والتواضع الاعلامي لا اشكال، ولكن اخذ وعطى ورحنا لايكات وانا شفتك وانت شفتني، شو لشو هني هول؟ هلا بدنا نرجع نقول والله بنتعرف على بعض لاجل مشروع زواج. نعم مشروع الزواج مختلف، مختلف. من يريدك زوجة له يدخل من الباب لا يدخل من النافذة. مواقع التواصل الاجتماعي نافذة بكل أسف. يعني كنت أقول سابقا بفقرة من فقراتي اللي دايما بتكلم عنها فتبينوا، كنت عبر عن الواتساب هو باب البيت، رجعنا رحنا على الفيسبوك صارت النافذة، رحنا لنقول على التيك توك وغير من المواقع انستغرام وكذا، صار هيدا كل أبواب بيتك مشرع. أين الحصانة إن لم تكن أنت تغلق هذه الأبواب والنوافذ؟ فليأتوا البيوت من أبوابها. نعم، وتأخذ فقط ما هو مفيد إليك ولأسرتك لمجتمعك. هيدا تحدي المرأة ومسؤوليتها. أنا كون أنا، من أنت، تكوني مشروعك، تكوني هويتك. لا تقبلي أن تكوني المرأة المسخ التي أرادها الغرب، لا تكوني السلعة التي أراد أن يروج لها الغرب. أنا ما بفهم أنه الإعلام مثلا دعاية من الدعايات، بما أنه عم نتكلم على الإعلام وشيء بشيء يذكر، أنه أنا ما بفهم والله إطار سيارة أو عطر للرجال شو دخل النساء فيه؟ أنا شو عم وجه بهيدي الدعاية؟ عم صوب على جانب معين، جانب المادي من حياة الإنسان، الجانب ليس المعنوي، والجانب المادي الجانب الغرائزي وليس الجانب المعنوي والجانب الروحي. لله تبارك وتعالى خلقنا عليه كرمال فطرتنا السليمة الجميلة. فإذا من تحدياتك أيضا أيتها الإعلامية، ومنذكر كلنا مع بعض، أنه مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، تقديم محتوى جيد، أيضا السعي. هون بدي نبه لنقطة مهمة وعملية أيضا، حتى ولو كنت أنت مخضرمة، انتبهي إن شاء الله يكون إلك بالإعلام 10 سنوات، بتطلعي بتقولي أنا بدي أطلع على الإعلام من دون قراءة مسبقة عن موضوعي، هذا خطأ. اقرأي ولو 10 دقائق. لا تطلعي أنه أنا عندي معلومات، لأنه في كل لحظة وكل دقيقة يوجد معلومة جديدة. واكب التطور. لأجل ذلك ركزت على موضوع القراءة بتخصصك، بقراءاتك الثقافية، وخاصة بنبه القراءات الثقافية بشتى أنواع الثقافة للإعلاميات التي تتصدى، مثل برنامجنا الآن مريم. نحن عنا بدنا نقرأ علم نفس، وبدنا نقرأ علم اجتماع، وبدنا نقرأ علم سياسة، وبدنا نقرأ فلسفة، وبدنا نقرأ اقتصاد. ما بنقدر نطلع على برنامج مسؤولية المرأة تصدي، يعني المرأة مسؤولية وتصدي، من دون ما نمرق على التصديات والتحدي الاقتصادي. ألا نمر بتحدي اقتصادي نحن الآن؟
خاصة بالبيت ببلادنا العربية والإسلامية، ألا نمر بتحديات السوشيال ميديا ونظريات الإلحاد ونظريات الحرية والمساواة اللي عم بتنادي فيها الدول الغربية تحت مصطلحات واهية؟ إذا لم نكن ضليعين بما يدور حولنا من مجتمع، نحن لا نستطيع أن نقدم أساليب للحل وطرق للحل وعلاج للمشكلة اللي نحن وقعنا فيها. من هون ضروري جدا ثقافتنا، من هون ضروري جدا تضافر الجهود. نقطة أخيرة بهذه الفقرة إنه تضافر الجهود، تعاون فيما بيننا، لا نقلد غيرنا بمحتويات نحن عم نقلد، نحن ما عم ننتج. بكل لازم أسف نترك بصمتنا الخاصة. نعم أحسنتي، نترك بصمتنا مهمة جدا. بكل أسف، بكل أسف، هون رح كون شوي كمان جريئة إعلاميا، نحن نقلد لا ننتج علم أفكارا إعلامية جديدة تتواءم مع مشاكل محيطنا وشبابنا وأسرنا. إلنا بدنا ننطلق من البيت الداخلي، علينا أن نحصن البيت الداخلي وبيئتنا الداخلية. أي برامج عم نحطها بنطلع على التلفزيون بيطلع وعم بيكرر بعضه، ما عم يعطيني حلول. في عندي مشاكل شباب، طب تعا حل لي إياها، أعطيني حل، ما عم تعطيني حل. بدنا نقول طيب ابني ما بيصلي، طب أعطيني حل لابني ما بيصلي. يا إما قصور من اللي عم بياخد الاتصال وليعالج المشكلة، ما عم يعرف شو بده يعمل، أو عنده علم أو مش متعلم، أو عنده علم ولكن علمه لا يستطيع أن يوظفه ويقولبه لكي يخاطب به جميع عقول الناس، كما علمنا الإمام زين العابدين خاطب الناس على قدر عقولهم. نحن لاحظي بدنا نحكي فلسفة، بدنا نحكي علم نفس، ولكن نحن بدنا نخاطب اللي ما بيعرف فلسفة وعلم نفس رح يقدر يفهم علينا، وبحفز له ذهنه ما فهم علينا يتصل على القناة. مرقت معلومة ببرنامجكم نحن ما عرفنا شو قصده، وأنا هذا الذي أبغيه من برنامجنا، هذا الذي أحب أن نضيء عليه. لماذا؟ لأن تحدياتنا الآن نحارب علميا وثقافيا، لأن العالم كله يعلم أن المجتمع الإسلامي والمجتمع الشيعي بالتحديد، خليني أحكي بالمجتمع الشيعي، نسبة المتعلمين فيه والمفكرين كبيرة جدا، وبكل لحظة ولحظة يكون عندك آلاف الخريجين من كل محيط العالم العربي والإسلامي. يجب الوصول لكل عقول نعم، هذا ما أراده أهل البيت، هكذا خاطبتنا السيدة الزهراء عليها السلام. الكل يعي، الكل يفهم، فإذا هذا الإعلام علينا الإنتاج هون للمنتجين، هون لوسائل مواقع التواصل الاجتماعي. ونعم في نقطة مهمة جدا، بكل أسف بعض مواقع التواصل الاجتماعي وحتى التلفزيونات أو يعني الإذاعات بتروح لعند هيك يعني شي ضيف تقيل أو إعلامي ثقيل علميا، بس نقولهم بلغة الإعلام تقيل يعني ثقيل علميا ومعرفيا، بروحوا بيبعدوا عنه بيخافوا منه، ييما هيدا ما بيجي يعطينا محاضرة أو برنامج لأنه بده أموال طائلة. بينما منروح بنجيب حيالله حدا يطلع على الإعلام منقول يلا بسيطة. طب نحن ليه بدنا نوقف هون العائق المادي؟ ليه ما بدنا نكون برسالية الإعلامة؟ ليه ما بدنا نروح نقول إنه حتى العمل الإعلامي يكون فيه تطوع خدمة لحضرة المولى الحسين، خدمة للمهدي، لمشروع الإمام المهدي؟ ليه نحن موجودين في دولة الإمام جاي بدولة علم؟ الإمام يأتي قائم آل محمد عجل الله تعالى فرجه الشريف، يأتي بعد يزيل الغبار عن الإسلام الخاطئ اللي حطولنا إياه. طب خليني أقدم له شيء للإمام. هون تواضعوا أيها الإعلاميون الكبار، تواضعوا علميا، تواضعوا خدمة لمشروعنا، حبا بأهل البيت. طبعا خدمة لأهل البيت عليهم السلام. علينا أن ننتج إعلاميا رساليا وليس فقط قناة رسالية تبليغية. هيدا أنا بدوي هون على نقطة مهمة جدا ويريد تأخذ بعين الاعتبار، أن ننتج إعلاميا وإعلامية رسالية، مبلغة إعلامية رسالية. أحسنتم دكتورة، وشكرا جزيلا، شكرا على المعلومات القيمة، ولكن كما العادة دهمنا الوقت. عزيزتي شكرا لكم، ودائما نلتقي نلقاك في حلقات جديدة إن شاء الله. إن شاء الله. أعزائي المشاهدين شكرا لحسن متابعتكم، نلقاكم بخير وعافية في حلقات جديدة.